وانا العراق استعاد العديد من القطع الأثرية. شهدنا بالسنوات الماضية بالعام الماضي شهدنا أكبر عملية استرداد للقطع الأثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، 17,000 قطعة أثرية، وعملية استرداد الآثار قائمة على قدم وساق إن شاء الله. مبادرة حلوة كانت، وشفنا فد أشياء كنا يعني بس نسمع بيها، بس شفناها يعني نظر العين. وبالإضافة إلى أنه أنا هذه يعني أنا اختصاصي مدرسة بكالوريوس تاريخ، أنه أدرس هاي المادة، كانوا الطلاب يعني مجرد يشوفوها بس بالكتب، يعني هسه فسحوا المجال أنه فد أشياء كلش حلوة دنشوفها بواقع الحال لبلدنا، يعني آثارنا وحضارتنا القديمة السومرية والأكادية والبابلية والآشورية. يعني بصراحة يعني هذه الأيام ما كنا نستطيع إنه نجيب عوائلنا ونستمتع بصراحة بهالتاريخ الزاهر. يعني أنا أنصح كل العوائل العراقية إنه يوم الجمعة على الأقل، يعني لأن كونه يوم عطلة، إنه يجيبون عوائلهم ويشوفون تاريخ بلدهم وتجربة أكثر من رائعة.